الصيدات اتلوكس انه كتار، لكن هو صراحة المحاضرة سيمبل رح تاخدوها كتير، يعني رح تاخدوا زيها بالهيستولوجي ومع كلينيكال، خلينا نحكي لكشر مع دكتورة سهى، فدرسوهم مع بعض يعني. اذا ضل اشي انا بسجل لكم اياه اذا ضل اشي من هاي المحاضرة، تمام؟ طيب الفيميل ريبرودكتيف سيستم رح نبدأ فيه، ورح نحكي كمان بالنهاية بنص الثاني من المحاضرة عن البريجنانسي. طيب ذا فيميل ريبرودكتيف تراكت من ايش تتكون؟ تتكون عندي من الفيميل جونادز اللي هم الاوفريز، اليوتراس اند فالوبيان تيوبز. هلا عندي انا الاوفريز شو الفانكشن الاساسي له؟ اللي هو يعمل اوجينيسيس، اللي هو مسؤول عن الاوسايتس والفوليكلز راح يصير لهم فيرتلايزيشن، وكمان مسؤول عن السكريشن اوف فيميل 6 ستيرويد هرمونز اللي هم بروجستيرون اند استروجين. طيب هلا عندي انا الفيميل ستيرويد هرمونز لهم تو فانكشنز، لهم باراكراين فانكشن اند اندوكراين فانكشن. شو يعني باراكراين؟ يعني لوكالي الفانكشن تبعهم انهم هم مسؤولين عن الديفلوبمنت والماتوريشن اوف ذا اوسايتس، والاندوكراين فانكشن اللي هو سيستميك فانكشن تارجتنج اذر اورجانز غير السايت اوف ذير سيكريشن زي اليوتراس والبريست، وعندي انا البون انه ات هيلب اند سبورت ذا ديفلوبمنت اوف ذيس اولسو اورجانز، فهذا كمان مهم. فاذا لهم باراكراين اند اندوكراين فانكشن. هلا عندي ذا فانكشنال يونت اوف ذا اوفريز هي سنجل اوفيريان فوليكل اللي بتتكون من ون جيرم سيل سراوندد باي اندوكراين، عندي انا سيلز اللي مسؤوله عن تصنيع هذول الاسترويد هرمونز. هلا عندي انا الاوفيرين فوليكل هي المسؤوله عن اللاير اللي يعني محاطه فيها الاندوكراين سيلز، هي المسؤوله عن تصنيع عندي انا الستيرويد هرمون سينثيسيس في الفيميل، تمام؟ طيب هلا عندي وات ار ذا فانكشنز اوف ذا اوفيرين فوليكل، شو وظيفه الاوفيرين فوليكل؟ اول شيء ات بروفايدز نيوتريانتس فور ذا ديفلوبمنت اوف ذا اوسايت، كمان هي مسؤوله عن الريليز للاوسايت ان بروبر تايم دورينج ايش اوفيوليشن، بتكون هاي الدوميننت ايش فوليكل، اخذتوها اكيد بالهيستولوجي. كمان ات بريبيرز ذا فاجينا اند ذا فالوبيان تيوب مشان تستعد فور فيرتلايزيشن باي ذا سبيرمز. كمان ات هيلب ان بريبيرينج ذا يوتراس ذا لايننج اوف ذا يوتراس تو اكسبت ذس فيرتلايزد ايج، وكمان عندي انا ات ويل مينتين اند سبورت the good level of these steroid hormones بينما تطلع عندي انا البلاسينتا، اذا صار fertilization تطلع عندي البلاسينتا and it will resume this function. شو يعني resume this function؟ رح تاخذ هذا الفانكشن، بصير انا during اذا صار pregnancy بيكون البلاسينتا هي المسؤوله الرئيسيه عن تصنيع ايش؟ الستيرويد هرمونز، لكن اذا ما في عندي pregnancy بيكون مسؤول عنها مين؟ عندي هي الاوفيريان فوليكل، الاوفيريان فوليكل. طيب طلعوا هاي الرسمه من بيرن اند ليفي، بحكي لنا انه انا ادمناركي انا بيكون عندي تقريبا 300,000 فوليكل، بس لهم اتريجيا تقريبا لاكثر من 270,000 فوليكل، وكمان انا during also different stages after menarche في عندي انا further اتريجيا for good number of these follicles up to 30,000، فاللي بصفي available for fertilization قديش بالاخر؟ 450 dominant فوليكل. هذا الريزرفوار او ريزيرف تبع خلينا نحكي الاكشوال اند ذا فانكشنال ريزيرف اللي موجود عندي انا بالفيميل. اذا ببدا ب 300,000 this is atresia يعني death of many follicles، بصفي بقديش بضل عندي 450 dominant follicle، واكيد مش كلهم رح يصير لهم fertilization لكن هدول رح يكونوا خلال ready for fertilization، تمام؟ طيب اخذته بالهيستولوجي انه من خصائص الفوليكل او الاوفيريان فوليكلز انها دائما موجوده ايش؟ في عندها ارستد بديفرنت فيزز، زي مثلا عندي كان عندي البرايمري اوسايت ات كان بي ارستد بالبرو فيز 1. هلا البرو فيز 1 مثلا من الاشياء بتساعد في الارست الها اللي هو بسموها جي بروتين كابلد ريسبتور 3، واحده من الاشياء اللي بتساعد انها تضلها ارست بالبرو فيز 1. في عندي كمان ات كان بي ارستد سكندري اوسايت بالميتا فيز 2 اللي بيساعد كمان في الارست للميتافيز سيرتن سيجنالينج باث ويز من هالماب كاينيز. فاذا عندي انا الارست هذا ليش؟ عشان انا نشوف انه هل في رح يصير فيرتلايزيشن ولا لا بيفور وي ريليز ذا دوميننت فوليكل، صح؟
والارست هذا مهم جدا مشان انا ما يصير عندي انا اي ابنورمالتي بعدد ايش؟ بعدد ايش؟ الكروموزومز ولا لا؟ صح؟ فانا هاي الارست هيك زي محطات مهمه جدا تو انشور انه هاي الريليز للدومينانت فوليك يكون عليها ايش شويه ايش كنترول شويه. اخذتوها بالهيستولوجي؟ اخذتوا دول ولا لا؟ اخذتهم ولا لا؟ انا حضرت بارت الهيستولوجي كله من المحاضره. ها ايش لو خليتيه ليش؟ طيب anyways انا الهيستولوجي بارت مش كثير انا بيهمني لكم انتم اخذتوا محاضره. انا بيهمني انه تعرفوا انه انا في عندي ارست فيزز هاي مهمه جدا تو انشور انه في عندي كنترول على الماشوريشن وعلى الكروموسوم نمبرز. اوكي هاي المهم وجينيتك ماتيريال. طيب what synthesis and the secretion of estrogen and progesterone هذول the major hormones اللي بيلعبوا دور كثير كبير بانه انا يحافظوا لي او سواء بالمنسترال سايكل او اذا صار عندي بريجننسي. هذول المين بلايرز المين كاردز بعمليه المنسترال سايكل ريجوليشن والبريجننسي. هلا عندي انا في عندي تو لايرز موجوده بتكون حوالين انا عندي الاوسايت اللي هي ثيكا سيلز صح اخذتوها اناتومي هيستولوجي او اناتومي وعندي جرانيولوزا سيلز. هلا الثيكا سيلز مسؤوله عن تصنيع البروجستيرون اندر ذا انفلونس اوف وات ال اتش. كمان انا عندي الثيكا سيلز ات ويل سينثسايز ايش بنسميه اندروستينيديون. الاندروستينيديون ات كان ديفيوز خلينا نحكي اكسبتد او ديتكتد باي ذا جرانيولوزا سيلز. هلا جرانيولوزا سيلز هاي اذا كان فيها 17 بيتا هيدروكسستيرويد هيدروجينيز ات ويل كونفيرت عندي انا الاندروستينيديون انتو ايش تستوستيرون. اذا كان عندها اروماتيز انزيم ات ويل كونفيرت الاندروستينيديون لايش لاستراديول. الاروماتيز مشان يطلع ويصير له اكتيفيشن بده اي هرمون اف اس اتش. فانا عندي اذا في نسبه لتصنيع تستوستيرون قلنا مهم كمان في الفانكشناليتي بالفيميل نسبه بسيطه وفي عندي نسبه كبيره والمين فانكشن بيكون للاروماتيز اللي هو بصنع لي ايش الاسترا ديول اللي هو كمان بيشبه الاستروجين او نفس الاستروجين. طيب ريجوليشن اوف ذا اوفريز امبارح حكينا انه انا اهم ريجوليتي هرمون على الاوفريز والال اتش والاف اس اتش مين هو الجونادوتروبين ريليزنج هرمون. واهم فيتشر فيه ان لازم يكون بلساتايل سكريشن. البلساتايل سكريشن قلنا هي فيتشر لبيوبرتي وكمان مهم جدا في عمليه الريجوليشن للديفرنت فلكشويشن بالليفلز تبعون ال اتش والاف اس اتش اللي مهم جدا في ريجوليشن للمنسترال سايكل اند ذا بريجننسي. كمان من الهرمونات المهمه جدا اللي هي الانتيريو بيتوتري جلاند هرمونز اللي هم الاف اس اتش والال اتش. هلا الاف اس اتش شو وظيفته؟ It will stimulate the growth of granulosa cells in the primary follicles مشان تصنع لي ايش؟ الاستراديول. طبعا الاستراديول شو له كمان؟ It will mediate the trophic function of FSH in the follicle. يعني كيف؟ يعني الاستراديول بتصنعه او بتساهم في تصنيعه الاف اس اتش كمان it can facilitate the trophic function. شو يعني trophic؟ شو تعرفي trophic growth functions تبعت الاف اس اتش؟ يعني العلاقه بيناتهم mutual. هذاك بيزيد الليفل تبعه ان ذا اذر هاند استراديول ات ويل سبورت ذا جروث فانكشنز اوف ذا اف اس اتش اللي رح يؤدي التمثل بالماشوريشن لايش؟ للاوفيريان فوليكل. مين الفانكشنال 1 بالاوفيريان فوليكل؟ اللي هي وحده دوميننت فوليكل والباقي كله اللي انا كل انت اخذته بجوز هيستولوجي بكل سايكل او بكل منسوا سايكل بصير انا عندي ريكروتمنت لجروب صح؟ تقريبا قديش عددهم؟ اكزاكتلي. هلا انا وحده فقط منهم هي تكون دوميننت والباقي شو بصير لهم؟ اتريزيا. يعني من 450 انا كل سايكل او ريكروت تقريبا 10 ل 15 وحده فقط هي بتكون دوميننت فوليكل ذات ويل بي ريدي فور فيرتلايزيشن بيساعد بهذه العمليه مين هو؟ الاف اس اتش. الاف اس اتش طيب الال اتش شو وظيفته؟ ات ويل مسؤول عن الاوفيوليشن واحنا حكينا انه الال اتش خصائصه بالاوفيوليشن بيكون بيدخل باي فيدباك ميكانيزم بوزيتيف فيدباك ميكانيزم. قلنا في تو ميجر اكزامبلز على البوزيتيف فيدباك اللي هي الاوكسيتوسن ديورنج ديليفري اند ديورنج ايفوليشن ال اتش سيرج فولود باي اليفيشن بالاستروجين تو قبل ما تخلص ايش هاي الارجنت بروسس اللي هي الايش اوفيوليشن. طيب اذا ديورنج ايفوليشن ذا ال اتش ليفل ات ويل رايز شاربلي تو سبورت الريليز اوف ذيس دوميننت فوليكل وكمان it will stimulate the formation of corpus luteum
الكوربس لوتيوم الوتينايزيشن اللي هو بلوتيال فيس كمان بيكون موجود، هذا مسؤول عن الـ الـ قلنا خلينا نحكي بتحدد الليفل تبعه. اذا كان انا راح يصير عندي منسترال سايكل شو راح يصير فيه؟ راح يروح الكوربس لوتيوم. اما اذا كان ما في عندي انا منسترال سايكل له دور كثير كبير ديونج بريجننسي انه بصير مسؤول عن برودكشن اوف فات ستيرويد هرمونز. ستيرويد هرمونز عبال ما تيجي مين عندي؟ البلاسينتا. عبال ما تيجي عندي البلاسينتا اوكي. فاذا ال LH مسؤول عن الايفيوليشن، مسؤول عن ديفلوبمنت اوف ايش؟ كوربس لوتيوم. قلنا بصير الديونج ايفيوليشن بيدخل باي ميكانيزم اوف ريجوليشن؟ بوزيتيف فيدباك ميكانيزم. اوكي طيب، هاي الفيزز اوف منسترال سايكل وراح ترجعوا تعدوها مع الدكتوره سهى. الفوليكولر فيز والميد سايكل او الاوفيوليشن واللوتيال فيز. هلا بالفوليكولر فيز بيكون اكثر شوي مين الاف اس اتش اعلى شوي، وبكون انا بهذا الفيز انا عندي نيجاتيف فيدباك ريجوليشن، يعني ام كيبينج يعني ذا نيجاتيف فيدباك او تايد ريجوليشن على الليفل سواء على الانتيرو بيتوتري جلاند هرمون اف اس اتش او على الاستروجين. وهنا هذا الليفل اللي بصير فيه الماتوريشن لايش؟ قلنا للفوليكل اللي هي انا راح اعملها رابشر وتطلع بالاوفيوليشن. لما بدخل على الاوفيوليشن بدخل بالبوزيتيف فيدباك ميكانيزم اللي هي بدي فيها الاتش سيرج او ابريجوليشن او شوتينج مع الاستروجين ابريجوليشن. هون الاستروجين ات ويل انسيرت او ات ويل ستيمولييت ذا بوزيتيف فيدباك اند ات ويل كونتينيو تو انهانس ذا سكريشن اوف الاتش. لما يخلص الاوفيوليشن تطلع يصير رابشر وتطلع اللي عندي انا الاوسايت، بدخل بالفيز الثالث اللي هو اللوتيال فيز. باللوتيال فيز انا عندي بصير عندي شويه سلايت دروب بالال اتش ليفل اند بالاستروجين، لكن برجع بعلى لكن بدخله وين؟ بنيجاتيف مره ثانيه فيدباك ميكانيزم. بيكون الفانكشن ال اتش بهذا الفيز انه تو سبورت ذا جروث اوف كوربس لوتيوم استعدادا انه اذا كان صار في عندي اي شانس انه يكون عندي ايش؟ بريجننسي. اذا ما صار عندي فيرتلايزيشن للرابشرد اوسايت شو بصير انا عندي؟ والاوردي انا اوردي اي بريبير ذا يوتيرس تو ريسيف اند اكسبت ذس فيرتلايزد اوفم، شو بصير انا عندي؟ بدخل بالمنسز اللي هي ذا بلاد اللي هو بصير عندي سلافينج للاندروميتريال لاير، بصير عندي انا المنسز اللي هي اخر بتكون فيز اند اي ويل كيب ريبيتنج ذس سايكل اذا ما في عندي ايش؟ فيرتلايزيشن اند بريجننسي. اوكي؟ طيب اذا عندي انا هاي اللي حكيته رح يجي المر عليه هلا سريعا بالصيدل. اذا نيجاتيف اند بوزيتيف فيدباك كنترول بيكون موجوده خلال المنسترال سايكل. هلا عندي انا المولكيولر اللوتيال فيز كاركترايز باي نيجاتيف فيدباك ريجوليشن اوف ذا ال اتش اف اس اتش استروجين، وايل ذا ميد سايكل اور ذا اوفيوليشن كاركترايز باي ذا بوزيتيف فيدباك ريجوليشن اوف ال اتش اند استروجين. طيب هلا عندي وات ار ذا اكشن اوف استروجين. الاستروجين اول شيء له نيجاتيف اند بوزيتيف فيدباك، صح ولا لا؟ بفوليكولر اند لوتيال فيز بيكون الاكشن تبعه نيجاتيف فيدباك، بيعمل شويه كنترول على اف اس اتش والال اتش، وايل ان ذا ميد سايكل بيكون الاكشن تبعه بوزيتيف فيدباك تو مينتين ذا سيرج بالال اتش ليفل. طيب كمان عندي انا وظيفه الاستروجين انه تو كوز ذا ماتوريشن اند ذا مينتنس اوف ذا فالوبيان تيوب، عندي انا يوترس سيرفكس اند فاجينا بحضرهم تو ريسيف and to accept the fertilized ovum. كمان بيساعد في الديفلوبمنت during puberty بالسكندري سكس كاركترستيك بالفيميل، مزبوط؟ وعندي مسؤول على الديفلوبمنت اوف قلنا بريست، هاي وظيفه عندي انا الاستروجين. طيب كمان عندي انا الاستروجين وظيفته كان هيلب ان ذا ابريجوليشن اوف ذا استروجين ريسبتور ال اتش ريسبتور اند بروجستيرون ريسبتورز، وعندي it helps in the proliferation and the development of ovarian granulosa cells اللي هي مسؤولة عن تصنيع ايش؟ الاسترا ديول. It can also help in the maintenance of pregnancy و it lower the uterine threshold to contractile stimuli. شو هاي السنتنس معناها؟ يعني هو المسؤول الاستروجين على initiation للcontraction، منزل threshold فبالتالي it is easily to trigger the uterus. هي وظيفة الاستروجين. يعني انا اذا صار بريجننسي اذا انا كلوز للثيرد تريمستر اخر فيز بلش الاستروجين ليفل ماله ايش يصير يعلى، كل ما بقترب انا من الاند اوف ذس بريجننسي اند ام كلوز تو بارتريشن. شو يعني بارتريشن؟ اللي هو الدليفري، بصير الاستروجين ليفل لازم يكون على تبعه اعلى، يصير الليفل تبعه عالي لانه هو ات ويل انيشيت اند ات ويل ستيمولييت
the contraction. كمان وظيفة الاستروجين إذا صار عندي pregnancy it will stimulate the secretion of prolactin during pregnancy. البرولاكتين ببلش يعلى من أول day بالpregnancy. بلش الليفل تبعه يضل يزيد until the end. لكن الإليفيشن بالبرولاكتين ما بيكون له أكشن حقيقي. الأكشن تبعه صح إنه عالي لكن it will be suppressed by the action of other hormone اللي هو مين؟ بروجستيرون. فأنا عندي during إذا صار pregnancy العلاقة between the balance between estrogen and progesterone is very important. لأنه واحد مسؤول مثلا for example عن contraction, واحد مسؤول عن إيش؟ relaxation. فأنا I will keep the pregnant the developing fetus safe إذا كان في بناتهم إيش؟ balance. لكن إذا واحد عليه عن الثاني ممكن يأثر إيش؟ على الديليفري وعلى الهيلثنس اوف ذا ديفلوبينج فيتاس. اوكي طيب هلا وات از ذا فانكشن اوف بروجستيرون. البروجستيرون دائما مسؤول مش عن البوزيتيف, مسؤول عن نيجاتيف فيدباك ريجوليشن. ما له علاقه بالبوزيتيف, هو ما له علاقه بالاوفيوليشن, لانه هو مسؤول عن نيجاتيف فيدباك ريجوليشن اوف اف اس اتش اند ذا ال اتش بارتيكولرلي ديورينج ذا لوتيال فيز. كمان هو مسؤول عن المينتيننس للسكريتري فانكشن اوف ذا يوترس ديورينج ذا لوتيال فيز, و it will help كمان ببالانس والمينتنس للبريجننسي لانه بعمل بالانسنج لمين؟ للاستروجين. وكمان it raises the uterine threshold to contractile stimuli و it participates also in the development of breast. شو يعني raises the threshold؟ يعني العكس انه هو بخف بيعمل ريلاكسيشن, بصير انه انا ما بس عندي اي trigger it can stimulate the contraction of the uterus so it will balance الاستروجين. فبالتالي I will continue supporting the growing fetus. Okay? فبضل الفيتس يعني safe during pregnancy. طيب the menstrual cycle. المنسوال سايكل قلنا كم من phase؟ three phases. أخذتوا بالهيستولوجي إيش عن المنسوال سايكل؟ ما أخذتوا؟ أخذتوا. Okay. طيب follicular phase. كم من day؟ من day zero لday 14. هذا characterized by إيش؟ the development and the maturation of the follicle. I will recruit خلي احكي reserve أو group of the follicles بصير لها maturation until I got one dominant عندي أنا follicle. هلا during this follicular phase أنا بيكون عندي upregulation بالLH والFSH, لكن main function بيكون لمين؟ للFSH. بيكون main function للFSH. طبعا الاستراديول levels it will be increased and it will cause the proliferation of the uterus مشان انا اعده لاستقبال الفيتس. الFSH والLH بيكونوا باي بنيجاتيف ولا بوزيتيف فيدباك؟ لا بنيجاتيف فيدباك ميكانيزم باي ذا اكشن اوف استروجين اند مينلي استروجين وليتل بيت البروجستيرون. والبروجستيرون ليفل بيكون بالفلوكيولر فيز بيكون لو. فالمين نيجاتيف فيدباك ريجوليشن جاي من وين؟ على الFSH والLH من الاستروجين. من الاستروجين. طيب ovulation. Ovulation بيكون بداي ايش؟ 14. بيكون بداي 14. Characterized by on a surge بالLH. Positive feedback mechanism exerted by estrogen على الLH release. بصير عندي interruption and the release of ايش؟ dominant follicle او the mature oocyte. هلا عندي قلنا الLH والاستروجين it will decrease little bit after the ovulation. During the luteal phase, لكن برجعوا إيش؟ بيدخلوا بنيجاتيف فيدباك ميكانيزم وبرجع الليفل تبعهم بزيد to support عندي أنا luteal phase. During this ovulation عندي أنا cervical mucus quantity it will increase بالكمية وبتكون less viscous. ليش؟ مشان أنا تكون عندي أنا more penetrable للسبيرمز, فلازم يكون less viscous لكنها more amount تبعتها عالية during the ovulation. أوكي؟ طيب اللوتيال فيز اللي هو بيكون من داي 14 لداي 28 انا هون كاركترايزد باي ذا ديفلوبمنت اوف كوربس لوتيوم اللي هو مسؤول عن سينثيسيس اوف استروجين البروجستيرون. اذا صار عندي كمان بريجنسي ات ويل كونتينيو تو فانكشن. وعندي انا الفاسكولاريتي اند ذا سيكريتري اكتيفيتي اوف ذا اندوميتريوم انكريزز بصير فيها انكريز. وعندي البيزل بودي تمبرشر ات ويل رايز. وعندي الفيرتلايزيشن دازنت اوكي. شو بصير بالكوربس لوتيوم؟ ات ويل ريجريس بصير في اتروفي وبيختفي الكوربس عندي انا لوتيوم at the end of the luteal phase. هلا عندي كمان اذا صار ما صار عندي بريجننسي كمان الليفل اوف استروجين اند بروجستيرون شو حيصير فيهم؟ it will drop. level of these steroid hormones they will drop. اوكي okay. اذا ما صار عندي بريجننسي قلنا البريبيرد يوترس والاندوميتريوم بصير فيها سلافينج وبصير عندي انا
بلاد بدخل في عمليه انا عندي المنسز اكومبانيد باي عندي ويذدراول او شارب او ابربت يعني ديكريز بالاستروجين والبروجستيرون. تمام، هاي اذا ما صارش عندي بريجنسي. طب لو صار عندي بريجنسي وات ويل هابن؟ صار عندي فيرتلايزيشن اوف ذا اوفم. صبيه ليش اجيتي هلا؟ طيب if the ovum is fertilized by the sperm هلا بصير انا عندي الفيرتلايزد اوفم رح تبلش يصير فيها ديفيجن صح؟ اخذته بالهيستولوجي الديفيجن تو فورم الزايجوت صح؟ صح؟ الزايجوت ولا لا؟ مضبوط؟ الزايجوت. الزايجوت هو ذا اونلي توتي بوتنت ستيم سيل بالبادي بالجسم تبعنا. شو يعني توتي بوتنت؟ يعني هو الستيم سيل الوحيده اللي بتعطيني كل الاورجنز. في عندي different types of stem cells، في عندي embryonic stem cells، في عندي mesenchymal، في عندي induced pluripotent، لكن هاي الوحيدة totipotent الزايجوت تعطيك كل الأورجنز، تعطيك كل الأورجنز، الباقي بيكون لهم potency لكن مش لكل الأورجنز، فالزايجوت بسموها the only totipotent stem cell. طيب هلا عندي the period of pregnancy بنسميها the gestation أو pregnancy period، تقريبا قديش مدتها؟ 40 week from the last menstrual cycle. 40 week from the last mens. Okay? أو ممكن نحكي 38 weeks from the last ovulation. إذا 40 week from the last mens أو 38 weeks from the last عندي أنا ovulation. طيب the pregnancy characterized by high levels of ايش؟ استروجين and بروجستيرون. شو وظيفة الاستروجين والبروجستيرون during pregnancy؟ أول شيء it will maintain the endometrial function اللي راح يكون holding ايش؟ الفيتس. ف it will support and maintain the function of the endometrium sorry. بصير عندي suppression of the ovarian follicular function by inhibiting FSH والLH. يعني أنا خلص أنا I will stop عمليه الماتوريشن للفوليكلز لانه خلص انا صار عندي بريجننسي فايت ويل سبرس الاف اس اتش والال اتش فانا اول ديفييت خلص الفانكشن على الاوفيليشن راح اول ستوب ات فور ناو واركز على ايش اللي هو سبورتنج ذا ديفلوبد فيتس. اوكي الثالثه ستيميليشن اوف ذا بريست ديفلوبمنت اي شود اولسو بريبير ذا بريست اللي هو المسؤول عن الميلك برودكشن دورينج ايش ذس بريجننسي. هاي وظيفه الاستروجين اند بروجستيرون. طيب البريجننسي يقسم الى 3 تريمستر the first trimester, second and third وتقريبا كل trimester بشكل 13 weeks. كل trimester ممكن يعني ياخذ 13 week. طيب هلا عندي انا what are the events in early pregnancy؟ اول شيء انه يصير عندي ovulation بسميه day ايش؟ zero. بعدين fertilization day one after ovulation. بعدين انا عندي the entrance of blastocyst اللي هي بتكون تقريبا 100 cell اللي هي fertilized او dividing او divided fertilized ovum اللي بنسميها blastocyst. It will enter the uterine cavity a day 4 days after ovulation. Implantation يعني ال insertion of this fertilized ovum على ال endometria او uterus بيكون ب day 5 after ovulation. طيب هلا ال formation of trophoblasts اللي هي ال outer layer surrounding عندي انا ال blastocyst بيكون باي day 6 days after ovulation. وعندي ال onset of trophoblast secretion of HSCG اللي هو human chorionic gonadotropin اللي هو هذا واحد من الماركرز انه في عندي ايش؟ pregnancy فبيكون عالي. هذا بيكون بداي ايش؟ 8. وال HCG it will rescue the corpus luteum. شو يعني rescue؟ يعني it will prolong its survival. كان اذا ما في عندي بريجنس شو بصير فيه بلوتيال فيز؟ ات ويل ريجريس رح يموت نتيجه وجود ال اتش سي جي باي سكريتد باي تروفوبلاست ات ويل ريسكيو اند سيف ذا كوربس لوتيم. هاي باي داي؟ داي 10. فهذول اللي بسموها الايرلي ايفنتس اوف ايش؟ بريجنسي. ايرلي ايفنت بنعطي الريفرنس تبعي بالتايم هون اوفيوليشن الريفرنس تبعي بالتايم اوفيوليشن. اوكي؟ طيب اول قلنا فيز بنحكي عنهم بريفلي مره ثانيه الفيرتلايزيشن. الفيرتلايزيشن ات ويل تيك بليس ويذن ايش 24 اورز من الريليز تبع عندي انا الاوسايت وبكون بالديستال بورشن اوف ذا اوفي داكت بنسميها الابيولا. هلا عندي 1 سبير ويل بنتريت ذا اوفم
and it will release the second polar body بصير extruded وبصير عندي انا الفيرتلايز اوفر ات ويل بيجن تو ديفايد تو فورم عندي البلاستوسيست والزايجوت. هلا 4 days after ovulation شو بصير الفيرتلايز ايج اللي هي البلاستوسيست؟ it will reach the uterine cavity مشان تستعد انها يصير عندي انا insertion and merge with this endometrium. طيب الامبلانتيشن البلانتيشن it will take place 5 days after ovulation وعندي اللي بيلعب دور كتير كبير في عملية البلانتيشن low estrogen to progesterone ratio يعني مين لازم يكون أعلى؟ بروجستيرون. For implantation بروجستيرون لازم يكون أعلى من الاستروجين لأن البروجستيرون بيهيئ وظيفته أنه يهيئ الاندومتريوم to receive and accept عندي أنا fertilized ovum. إذن لازم يكون عندي إذن it is necessary أنه يكون عندي أنا إيش low estrogen to progesterone عندي ratio. أوكي؟ طيب ومين المسؤول عن تصنيع البروجستيرون بهاي المرحلة؟ عندي أنا الكوربس لوتيوم. الكوربس لوتيوم. طيب هلا implantation during implantation أنا بيكون عندي fertilized ovum تتكون من inner mass بسميها blastocyst surrounded by other layer بنسميها تروفوبلاست. التروفوبلاست أنا مسؤول عن تصنيع الهيومن كوريونيك جونادوتروبين هرمون اللي راح يساعد بالحفاظ على ايش؟ على الكوربس لوتيوم اللي راح يضل يصنع لي ايش؟ السيرويد سكس هرمونز اللي هم الاستروجين بروجستيرون مينلي بروجستيرون بهذا الفيز تمام؟ طيب كمان during the implantation البروجستيرون it will support the development of the deciduous اللي هي layer مهمة to accept the fertilized ovum هاي it will mediated by the progesterone وعندي deciduous will develop later on هاي طبعا اكيد هيستولوجي اخذتوها conceptus هاي اذا ما يكون انا عندي هون اليوترس ready و to accept and support the proper خلي احكي development of this fertilized ovum رح تصير ultimately عندي انا الفيتس اوكي طيب كمان during implantation the trophoblast it can proliferate into syncytial trophoblast شو syncytial trophoblast syncytial trophoblast لها خصائص انها بتطلع كثير adhesive factors وcadherins adhesive factors هذه مهمه جدا ليش to support الattachment of the fertilized ovum مع اليوترس syncytial trophoblast ولها نفس الخصائص لكنها اكثر specialized انها بتطلع لي adhesive factors و cadherins بنسميهم من adhesive factors مثل ايش integrins من adhesive factors proteins integrins بتساعد في التصاق انا عندي الفيرتلايزد اوفم باليوترس اوكي طيب السكريشن اوف HCG هرمون that will rescue the corpus luteum بيكون بداي ايش 8 after the ovulation وقلنا ال HCG بسموه LH like هرمون بيشبه بخصائصه ال LH هرمون ووظيفته قلنا to rescue the corpus luteum اللي رح يضلوا يعمل لي synthesis للستيرويد هرمونز استروجين and بروجستيرون طيب اذا انا during the secretion phase انا بيكون عندي corpus luteum under the خلينا نحكي the control او تحت حمايه مين the protection of what of HCG هرمون طيب هلا عندي انا التروفوبلاست later on لما اطلع من الفيرست trimester they will develop into البلاسينتا هلا لما بصير عندي ديفلوبمنت للبلاسينتا هي ات ويل تيك خلينا نحكي الرول تبع السينثيسيس اوف ايش استروجين اند بروجستيرون كوربس لوتيوم تبعه الرول تبعه بصير ايش خفيف حتى الاتش سي جي هرمون بقول لك افتر 9 ويك اوف بريجننسي ببلش الليفل تبعه بيكون عالي كثير ينزل شوي لكنه موجود لكن بقول لك لما بطلع من الفيرست ترايمستر الرول تبعه دورينج ذا سكند اند ثيرد ترايمستر از نوت ويل نون از نوت ويل نون اوكي هلا هرمونز اوف بريجننسي شو اهم هرمونين استروجين اند بروجستيرون وعندي قلنا 3 ترايمسترز كل ترايمستر تقريبا عندي انا 13 ويكس قلنا هي هون بحكي لنا الاتش سي جي اكثر شيء فانكشن بيكون بالفيرست ترايمستر تو سبورت الكوربس لوتيوم افتر ذات الفانكشن تبعه بالسكند والثيرد از نوت از ان كلير يو كان لوك شو الفانكشن تبعه ممكن يكون ميبي في عندي ريبورتس طيب هلا عندي انا قلنا لازم يكون عندي في بالانس بين الاستروجين والبروجستيرون صح ولا لا ليش لانه الاستروجين مسؤول عن الكونتراكشن البروجستيرون مسؤول عن الريلاكسيشن لازم يكون عندي بيناتهم بالانس عشان انا
تخلص مده ايش عندي انا الحمل اللي هي تقريبا 40 ويك او 38 عندي ويك. During the second and the third trimester بيكون مسؤول عن synthesis قلنا of steroid hormone مين هو؟ The placenta that will develop from the trophoblast. Trophoblast. Okay. إذن أنا during the first trimester trophoblast بتصنعني ال HCG to support the corpus luteum. بعدين لما تصير placenta it will take care of these steroid hormones. طيب. Responses of the mother body to pregnancy. This is very easy. صح كتار السيدات لكنهم يعني في عندي دائما during pregnancy أكيد في elevation وانكريز بعض إيش الparameters لأنه أنا في عندي develop fetus. في عندي أنا في needs زيادة needs في pregnant woman that should be supported by the body systems. طيب. هلا عندي during أول شيء pregnancy اليوترس بزيد الحجم تبعه 50 جرام لألف 100 جرام بزيد الوزن تبعه. كمان عندي البريست it will double in size لانه البريست رح يصير انا بهيئه الستيرويد هرمون تو سينثسايز ايش الملك. مين المسؤول عن الايجكشن للملك؟ اوكسيتوسن. اوكي فاذا انا during كمان عندي during pregnancy ممكن يصير عندي انا changes بالphysical features للبريجننت وومن. ممكن يصير عندها اكني, بصير عندها بعض الاكرو ميجاليك فيتشرز يعني في بعض التضخم, بعض عندي انا خلينا ممكن انف فبوجهها ديونج ايش برينسي برضه نتيجه الستيرويد هرمونز والاليفيشن تبعهم بصير عندي انا شينجز بالفيزيكال ابييرنس تبع البريجننت وومن. كمان في صار عندها ايش ويت جين, ويت جين فور تو ماني ريزنز. هلا اكثر شيء طبعا الويت جين بيكون باللاست تو ترايمستر بالسكند والثيرد, وعندي الويت جين تقريبا بيكون 11 ل16 كيلو يتوزعوا كالتالي. الفيتس قديش وزنه تقريبا 3.5 كيلوغرام. الامنيوتيك فلويد البلاسينتا اند ذا فيتال ميمبرينز تقريبا 1 كيلوغرام. اليوترس ممكن يصير يزيد وزنه يصير 1.4 كيلوغرام. البريست 0.9 كيلوغرام. عندي انا الفلويد بصير انا عندي انكريز بالبادي فلويد تقريبا بشكله 2.3 كيلوغرام, والفات اكيوميليشن ممكن يوصلوا بين 1.4 ل 6 كيلوغرام. تجمعوهم بيطلعوا الرينج بين 11 ل 16 كيلو جرام. اوكي 11 ل 16 كيلو جرام. طيب هلا الويت جين كمان جاي من انه انا كمان الديزاير فور ايتينج بالبرجنت هو بزيد. ليش؟ لانه في عندها بعض النيوتريانت وبعض ال خلينا نحكي العناصر بصيرها ايش it will be consumed by developed fetus to replace them. رح يصير عندي انا التندنسي تو ايت بتصير عندها عاليه, فهي وحده كمان من اسباب عندي الويت جين بالاضافه للهرمونال فاكتورز بتلعب دور كثير كبير في الويت جين. طيب ميتابوليزم, الميتابوليزم during pregnancy كمان it will increases by 15% due to the action انه بصير عندي الثايروكسين, بصير عندي الادرينال كورتيكال هرمون ونتيجه الاكشن تبع السكس هرمونز. وعندي كمان بصير عندها نتيجه انه الميتابوليزم عالي بصير عندها زي signs of ايش elevated بالبادي تمبريتشر اوفر هيتنج. وعندي كمان الانرجي كمان هاي اللي بتستخدم نتيجه زياده الميتابوليزم to support the muscle activity لانها it will carry ايش ذا فيتاس. في عندي لود, في عندي اوفرلود, فانا I should also support muscles that can help in supporting this or carrying this overload اللي هو الفيتاس او develop فيتاس. فاذا بصير عندي زياده بالميتابوليزم. نيوتريشن, هلا عندي انا the greatest growth or the rapid growth of the fetus during the last trimester راح يكون انا عندي بصير عندي انا double في nutritional needs, وفي بيكون عندي كمان دبل بي عندي انا بصير عندها ويت جين. وكمان الفيتس اكثر ويت جين له بيكون باللاست ترايمستر, اكثر ويت جين بيكون له باللاست ترايمستر. فالنيوتريشن تبعتها والحاجه للعناصر الغذائيه بتزيد اكثر كمان في اللاست انا عندي ترايمستر. اوكي لاست 2 مانس بارتيكولرلي اوف بريجننسي. طيب هلا عندي انا مين شو العناصر الغذائيه لازم ازود انا فيها دائما عندي انا البريجننت وومن؟ تحتاج كالسيوم لانه انا في عندي سحب للكالسيوم, تحتاج عندي انا فوسفورس, تحتاج بروتين, ايرون عرضه كثير كبير لانه يصير عندهم ايرون ديفيشنسي البريجننت وومن. ايرون ديفيشنسي بشكل اغلبيه البريجننت وومن دورينج بريجننسي شو بعطوهم؟ سبلمنتس. لازم تاخذ سبلمنت. شو اهم سبلمنت؟ ايرون فوليك اسيد, هاي اهم سبلمنت ذات شود بي بريسكرايبد للبريجننت وومن. طيب هلا عندي انا نتيجه عندي سم تايمز انه هي كانت مثلا ميت ممكن ما تعود بشكل كثير كبير النقص بصير عندها ببعض العناصر, فممكن تدخل ببعض نيوتريشنال deficits.
زي مثلا عندي اذا كان عندي ديفيشنس بالايرون في البريجن شو راح يصير عندها؟ هايبو كروميك انيميا، راح يصير عندها انها عندها عندي انيميا. الفيتامين دي برضه لو فيه ممكن ياثر على الابسوربشن اوف كالسيوم. الفيتامين كي كمان ممكن يعرضها انه يصير عندها ايش؟ هيمرج اذا قل، صح؟ ها؟ مسمع يس يس اه. هلا كوجليشن حكي عنها، ممكن يصير عندها ريسك كمان انه يزيد عندها كوجليشن الفينس ايش؟ ترومبو امبوليزم تحديدا باي ترايمستر؟ باللاست ترايمستر، بسكند لاست ترايمستر، اوكي؟ فاذا ما كان عندي انا جود ريبليسمنت لديفيشنسي ببعض النيوتريانس ممكن تدخل بانيميا، تدخل ب خلينا نحكي لو كالسيوم ليفل، وممكن يصير عندها كمان عندي ريسك للهيمرج، مين اللي برين هيمرج نتيجه نقص فيتامين كي. فمشان هيك بتر انك تعطيها 1 تابلت يكون فيها كل السبلمنت هدول او كل النيوتريانس هدول. طيب سكيورتي سيستم كارديك اوتبوت، الكارديك اوتبوت بزيد بنسبه تقريبا 30 ل 40%، هاي باي ويك 27، وممكن يصير عندها ريفرسبل مايلد هايبرتروفي. ليش انا بدي هايبرتروفي؟ ليش بدي زياده بالكارديك اوتبوت؟ تو ميت ذا نيدز. يس في عندي انا نيدز، في عندي بدي بلاد سبلاي، انكريز بلاد سبلاي تو سبورت اني عندي البريجننسي وسبورت بعض الاورجنز اللي مسؤوله عن المينتنس لديفلوبت فيتس، فبدي انكريز بالكارديك اوتبوت وبالبلاد سبلاي. طيب هلا كمان عندي انا ماتيرنال بلاد فوليوم بزيد بشكل كثير كبير قلنا دورينج بريجننسي، فممكن نتيجه طبعا الالدوستيرون بزيد. ليش الالدوستيرون بزيد؟ بزيد طبعا الووتر ريتنشن، فهذا من واحد من الاشياء بتزيد بلاد فوليوم، بالاضافه الى الاكشن تبع الاستروجين. كمان الاستروجين بيساعد في عمليه الووتر ريتنشن، فبكون عندها هاي فوليوم ستيت بارتيكولرلي بال خلينا نحكي الاسابيع الاخيره من البريجننسي، هاي فوليوم ستيت. طيب هلا البلد فوليوم والكارديك اوتبوت قلنا بزيد 30-50% او 30-40%، ممكن يرتفع من 5 لتر ل 7.5 عندي انا لتر. هلا زياده البلد فوليوم قد لا يصاحبها زياده مماثله بالار بي سي، فممكن عندي انا صار عندها ايش؟ فيسيولوجيكال انيميا اوف بريجننسي، نتيجه عندي صار عندي اي سي اف اكسبانجن، بس ما في عندي زياده ايش؟ بالار بي سيز، فالهيماتوكريت رح يقل وتدخل بشيء بنسميه فيسيولوجيكال انيميا اوف بريجننسي. اوكي طيب البلد بريشر شو بصير فيه؟ بصير فيه دروب ديو تو ذا فيزو ديليتري افكتس اوف بروجستيرون، وكمان وين لاينج داون ان سوباين بوزيشن اليوترس ات بريس انتو ذا انفيريور فينا كافا، بقلل البلد ريتيرن تو ذا عندي انا رايت اتريوم، فبدخلها كمان بهايبو تنشن. اذا هايبو تنشن نتيجه فيزو ديليتري افكت اوف بروجستيرون نتيجه ضغط اليوترس على وين؟ على الانفيريور فينا كافا، انفيريور فينا كافا، فهذا بعرضها انه يكون عندها هاي ريسك لهايبو تنشن. اوكي طيب رغم انه في عندها زياده ايش بالبلد فوليوم، رغم انه عندها زياده بالبلد فوليوم. طيب ريسبيرتوري ريت شو بصير فيها؟ ريسبيرتوري ريت بعلى برضه سبورت، انا بدي اكسجين اكثر، ففي عندي ريسبيرتوري ريت بيكون انا عندي عالي، فممكن يزيد باي 20% ابف يعني ذا نورمال. وكمان عندنا نتيجه انه عندنا في عندي هاي ميتابوليزم، في عندي يعني انكريز بالنيد للاكسجين، فالكربون دايكسايد كمان الليفل تبعه بيزيد، وكمان هو تريجر تو انكريز ريسبيرتوري ريت باي 20%. كمان عندي الاكسباندد يوترس ات ويل بعمل عندي بريس ذا الديافرام، فبقلل عندي التوتال اكزيرشن اوف ذا الديافرام بقل، فنتيجه انا عندي هيك ممكن يصير عندي ديفيكولتي بالبريذنج، وبصير عندي انا يعني بصير عندي صعوبه بالتنفس. هذا اللي بخففه وجود ايش؟ البروجستيرون. البروجستيرون وجودته انه ممكن يعمل لي ريلاكسيشن بالليجمنت اللي هو بالثرس كافيتي، فممكن يخفف هاي حديه الديفيكولتي بالبريذنج نتيجه عندي انا يوترس. فاللارجمنت باليوترس كمان غير انه بزيد انا بزيد ريسك للهابوتنشن، كمان بزيد ريسك انه يصير عندي ايش؟ ديفيكولتي بالبريذنج، ديفيكولتي بالبريذنج. طيب الكدني فانكشنز هلا عندي بصير عندها سلايت انكريز باليورين فورميشن ديورينج بريجننسي، كمان انا عندي الجلوميرال فلتريشن ريت انكريز اب تو 50 عندي انا بيرسنت ديورينج عندي بريجننسي، نتيجه انه صار عندي فيزو دايلتري افكت اوف مين؟ بروجستيرون، مينلي بروجستيرون. وكمان عندي انكريز بالناتريك اسيد بناتريك اوكسايد سوري، وهرمون ثاني غير البروجستيرون كمان بيساعد بالريلاكسيشن والفيزو دايليشن اسمه ريلاكسين. ريلاكسين والبروجستيرون بيشتغلوا مع بعض بيعملوا ريلاكسيشن
لليوتراس. كمان ريلاكسين بيلعب دور في انه زياده عند يعملوا فيزا دايليشن وزياده الجلوميرولر فيلتريشن ريت اب تو 50%. تمام. طيب كمان اليوتراس الانلارجمنت باليوتراس شو ممكن يعمل لي؟ ممكن يعمل لي بريس للبلفيك فينز، بصير عندي فيركس فينز وسويلنج باللور ليجز والانكلز، هاي نتيجه عندي انا الايفكت اوف ذا انلارجمنت باليوتراس. وهذا كمان اولسو كوز كمان اللي هو الهيفينس بهدول الليجز والانكلز، نتيجه كمان انه عندي في زياده بالفلويد ايش؟ ريتنشن وزياده بالبلد فوليوم. يعني الانلارجمنت اوف يوتراس بيعمل كثير خلينا نحكي consequences على البريجننت عندي انا وومن. كمان عندي بلاسنتا ات ويل انكريز البروجستيرون اند ريلاكسين. البروجستيرون والريلاكسين مسؤولين يعملوا ريلاكسيشن ولوزنج بالساكرو ايلياك جوينت اند سمفيسس بيوبس. بحضروا انا عندي هاي المنطقه فور بارتريشن فور ديليفري فور ديليفري. هاي لما اقترب متى؟ من نهايه البريجننسي، من نهايه البريجننسي. طيب الجي اي سيستم، الجي اي سيستم في تغيرات بتصير نتيجه عندي انا ستيرويد هرمونز. اول شيء انه انا بصير عندي سموث مسل ريلاكسيشن، بصير عندي ديكريز بالبريستالسز. فلما تقلل عندي البريستالسز شو بصير؟ انا عندي بصير عندها عرضه انها تكون عندها هاي ريسك اوف بلوتينج اند كونستيبيشن. كمان بصير عندي ريلاكسيشن باللور اوزوفيجال سفنكتر، فبكون عندها يصير عندها ايش؟ جيرد اللي هو اسيد ريفلكس. بكون عندي عرضه للمورنينج سيكنس والنوزيا، وبتكون بصير عندي شينجز ببعض التيست بيرسبشن. فمش هيك اكثر اول خلينا نحكي ترانزميستر من الحمل ممكن يكون عندها ديكريز ايش؟ خلينا نحكي نتيجه الشينج بالتيست سنسيشن، ممكن يصير عندها نوزيا ويصير عندها بعض الاكلات كانت تحبها تبطل ترغبها نتيجه الشينجز بالتيست عندي انا بيرسبشن. اوكي؟ طيب النيرفس سيستم نتيجه الستيرويد هرمونز والاستروجين والبروجستيرون بصير عندي انا irritability، ممكن يعملوا لها مود سوينجز، anxiety، depression. كمان بصير الكونسنتريشن تبعها والابيلتي تو فوكس بتقل. اهلا دكتور، معلش هينا اهلا بانهي خلص دكتور. وفتيك وسليب ديبرفيشن بصير عندها. تمام؟ هاي من تاثيرات الستيرويد هرمونز. طيب قلنا كمان عندي انا البريس ديفلوبمنت بيكون اندر ذا انفلونس اوف فيتش هرمون بروجستيرون واستروجين. برولاكتين ببلش يعلى من اول يوم بريجننسي، لكنه الفانكشن تبعه ات ويل بي سبريس باي ذا اكشن اوف بروجستيرون. تمام؟ بلاد كوجوليشن نتيجه انا عندي الاستروجين هرمون بصير عندي انا ممكن يصير عندها ريسك لايش؟ يصير عندها اكتيفيشن لبعض الكلوتنج فاكتورز وانهبيشن للانتي ثرومبين 3، فممكن يصير عندها عرضه للفينس ثرومبو امبوليزم. اذا هاي فيسيولوجيكال شينجز ديورينج ايش؟ بريجننسي. It looks تير سلايدات لكنهم very easy. تمام؟ يعطيكم العافيه.